تمكنت قوات إنقاذ الرهائن بالأمن الوطني من إنقاذ أفراد أسرة تعرضت للخطف والتعذيب على يد بلطجي بالفيوم، وذلك قبل أن يتمكن من إصابة أفراد الأسرة. واقتحمت قوات الشرطة منزل البلطجي بعد تفجير الأبواب المحصنة وأصابته بطلق ناري، وأنقذت أفراد الأسرة المختطفة دون أن يتمكن من إصابتهم. كانت أقوات قد مارست كل أنواع القدرات والإمكانيات في التفاوض حتى عملية الاقتحام على أعلى مستوى من التدريب للحفاظ على حياة المحتجزين. تمام يا باشا، الاثنين Thank you.